لأول مرة يزور القناة منساش اللايك للفيديو وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل وصفاتنا إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم إن شاء الله البصارة بالفول سهلة وسريعة التحضير مع السركة يعطيها مذاق لا تقاوم وفرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد في قناة كويزين أميرة. مرحبا بكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم غادي نخرج من الوصفات الطبيعية وحبيت نقدم لكم البصارة، خصوصا مع الجو البرد والشتاء تبارك الله غنحتاجو البصارة. البصارة فيها دواء وزوينة، وغادي نوريكم الطريقه للمبتدئين كيفاش يصوبوا البصاره، لان البصاره فعلا ممتازه ومزيانه للبرد. دابا غادي نوريكم المقادير ديال البصاره ان شاء الله. اول حاجه كنحتاجوها هو الفول. هاد الفول كتغسلوه بالماء طايب، كنغسلوه بالماء طايب مزيان. دابا هذا راه مغسول، كنحيدوا منه داك الغبار وكذلك القشور اللي كتكون هنايا فوق الفول، حتى كنزولوها كنحطوه. هذا الفول اللي غادي يخدمني في الاسره على حسب العدد الافراد الاسره. وغادي نحتاج كذلك التوابل، عندي هنايا البزار اي الفلفل الاسود، وعندي هنايا الخرقوم البلدي، وعندي القزبر الكارم تقريبا هنا ملعقه صغيره ملعقه صغيره، وعندي هنا الكمون بلدي كذلك، وعندي هنايا التحميره الفلفل الاحمر، وكذلك عندي سكينجبير، وعندي قليل من الملح، طبعا الملح على حسب الذوق. والبصاله كتبغي الثومه مزيان، انا دايره هنايا تقريبا كركوبه ديال الثومه، هادو منقيت الفصوص ديال الثومه كاملين، وغادي نوضعهم في البصاله ديالنا، غنوضعهم كما هما ما غاديش نقطعهم لا والو، لانهم غادي يطحنوا من ورا ما غيطيبوا غيطحنوا. تتبعوا معايا الفيديو الاخر باش تعرفوا الطريقه. ونحتاج هنايا كذلك الزيت النباتي، المقدار ماشي كتير لان الزيت النباتي باش ما كيديرش لينا في الفول، ما كيطلقش لينا داك، ما يفاتش لينا الفول، هادشي علاش كنديرش مقويش الزيت. وكما كتشوفوا هنا زيت الزيتون فقط في الاخر، يعني في التقديم ملي كنديروا حتى غنديروا حنا البصاره شربه، ملي كنوضعوا الشربه كنحطوا عليها زيت الزيتون، وكنوضعوا عليها السودانيه. هذا هو المكونات اللي غنحتاجوها البنات، يعني المكونات ماشي كثار، فقط الفول على حسب الكميه الافراد الاسره، وكنحتاجوا الزيت النباتي وكذلك الثوم. يعني الا كنتي انت درتي اقل من هذا الفول ممكن انت ديري قل في الثوم، وكذلك التوابل هي هذه. دابا هي ما بقى لينا والو الا نبداو بطريقه العمل ديال البصاره، تبعوا معايا الفيديو للاخر. وضعنا الفول ديالنا في الطنجره كما كتشوفوا. دابا غادي نوضع الثوم كما كتشوفوا. الثوم هنايا هنا كركوبه ديال الثوم، كنخلي الفصوص ديال الثوم كما كتشوفوا صاينين، لان غادي نطحنوا الفول فقط. وغادي نوضع التوابل كلها، هي طريقه سهله ومبسطه للمبتدئين. وكذلك غنوضع الزيت النباتي كذلك كما كتشوفوا. من بعد غادي نوضع دابا الماء، غادي يكون طيب مزيان، وغادي نحطو في نحط الماء ديالنا في الفول، نغطي الفول كما كتشوفوا. غنوريكم الطريقه. كنغطي الفول ديالنا، ملي غادي نغطي الفول ديالنا غادي نوضعو على النار ونقفل عليه ثلث ساعه، ونقلب الفول ديالنا واش طاب ولا ما طابش. ما كانش طاب وخاصو الماء كنعاود نزيد الماء بهذه الطريقه. كما كتشوفوا دابا غادي نقفل على الطنجره ديالنا، غادي نوضعها في النار وغادي نخليها ثلث ساعه. من بعد ثلث ساعه غادي نحل الطنجره ونشوف الفول اذا طاب مزيان، ما طابش وخاصو الماء غادي نعاود نزيدو الماء ونقفل عليه. المهم غادي نوريكم بالتفصيل المراحل كلها في الفيديو، تبعوا معايا الفيديو للاخر.
من بعد ما دازت ثلث ساعة حليت طنجرة ديالنا، كما كتشوفوا الفول صافي راه طاب، الفول صافي راه طاب، طريقة سهلة وجد سريعة وزوين صافي. دابا ما عليا الا غادي نطحنو. بغيتي تطحني في الطحان الكهربائي ممكن، ولكن انا نطحنو في الطحان اليدوي. غنجيب الطنجرة اللي غندير طحنو صافي. غادي انا درت الطحان يدوي، درت الشبكه اللي كتكون رقيقه ماشي الغليظه صافي. وغادي نبدا ناخذ الفول ديالنا وغادي نبدا نطحن بهذه الطريقه. دابا راه سخون كنطحنوه، هو سخون. اذا كنتي بغا طحنيه في الطحان الكهربائي خليه حتى يبرد. انا ما عنديش دابا طحان غير يدوي، غادي نطحنو بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد ما طحنتها بالطحان اليدوي، هانتو كما كتشوفوا كيف طحناها الطحان اليدوي، كيطحن يعني مزيان، يعني من الاحسن بلا ما تطحني بالطحان الكهربائي. عاد غادي تقدري تفوتي الطحين اللي بغيتي انت هي يعني. ومن بعد ما كملت الطحين كيبقى ليا شي حاجه في الطحان اليدوي، كنعاود ندير ليها المطيب باش كنشلل الفول اللي كيبقى ليا في الطحانه، وباش ما نخلي حتى حاجه تضيع. هانتو كما كتشوفوا هذا هو القوام. دابا يا اللي بقى ليا ما عليا الا نحطو على النار ونزيد نشوف الملحه ندوق، لكن اذا خاصو الملحه نحط الملحه ونزيدو المطيب على حسب القوام اللي بغيتي. ممكن هي باغا يكون جاري ومن احسن، لان غادي نستعملو كشوربه، خاصو يكون جاري ما يكونش عاقد. هذا هي الشوربه ديالتنا ديال الفول، طريقه سهله وجد رائعه وكذلك مفيده للبرد. زوينه خصوصا مع فيها زيت الزيتون وفيها الثوم، يعني والفول هو مغذي. هذه كامل يعني انا غادي ينفعنا في هذه الاجواء البرد ان شاء الله. دابا غادي نحطه كما قلت لكم على النار وغادي نخلي تقريبا 10 دقائق بما ذقت الملحه. شفت الملحه اذا خاصنا، وكذلك نزيد المطيب حتى انا بغيتها شويه جاريه على حسب الشوربه. ونتقاو انا وياكم البنات في التقديم. وصلنا البنات التقديم، هذه هي الشوربه ديال البصاره، وضعتها في الزلافه نقدمها لكم. غادي نوضعوا زيت الزيتون، كتجي مع زيت الزيتون كتجي روعه، وكذلك السودانيه كتجي روعه بالسودانيه. هذه هي الشوربه ديال البصاره، وطريقه سهله ومبسطه. كنتمنى يكون عجبكم هذا الطبق ديال اليوم، رائع خصوصا في هذا الفصل الشتاء. كنتمنى تجربوه في بيوتكم وسهل وما كياخذش منكم الوقت. وكنتمنى يكون هذا الفيديو نال على اعجابكم، وما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وكذلك تبارطاجيو مع اصدقائكم ليعم الفائده. ولاول مره يزور قناه كويزين اميره، اضغط على الزر الاحمر ابوني وتفعيل الجرس للتوصل بكل وصفاتنا ان شاء الله. وكنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو مقبل ان شاء الله.